كل بيت كان فيه حد في الثانوية العامة، خلاص ابتدينا بقى المرحلة الأولى للتنسيق واختيار الكليات والجامعات. طبعاً المرحلة دي والاختيار الكلية والجامعة تبقى من المراحل المهمة جداً في حياة الأسر المصرية. كل بيت بيتناقش مع ولاده، الولاد بيقولوا مقترحاتهم، بيختاروا الكليات اللي حابين يلتحقوا بيها، وبيحصل نقاشات كده وحوارات داخل البيوت المصرية. دايما كده في مفهوم محتاج مراجعة مرة تانية، كلام عن كليات القمة. كلنا حافظين ايه هي كليات القمة، الطب بأنواعها، الصيدلة، الهندسة، لكن هل هي لسه ما زالت كليات قمة؟ وإيه هو المفهوم ده؟ محتاجين نوصل للناس وكل حد بيحط رغبات عشان يلتحق بالجامعة إنه يغير المفهوم ده، مفهوم كليات القمة. كلية القمة هي الكلية مهما كان نوع الدراسة فيها اللي بتلتحق بيها وتتفوق وتتميز وتكون متوافقة مع رغباتك، هي دي القمة. ساعة ما تلتحق بكلية بتحقق فيها النجاح فأنت بتحقق القمة. طبعا أسئلة كتيرة جدا بنتكلم فيها النهاردة مع ولادنا اللي في الثانوية العامة واللي بيلتحقوا بالمرحلة الأولى للتنسيق. النهاردة احنا هنتكلم تفصيليا عن فكرة ازاي تحول اي كلية انت هتدخلها لكلية قمة. التنسيق الجامعي، طبعا التنسيق الجامعي ده حاجة بتشغل بال ناس كتير جدا. اي بيت كان فيه ثانوية عامة في دلوقتي معسكر صغير شغال على انه ينظم رغبات الولاد اللي عندهم في البيت ويختاروا الكلية بتفكير وبعناية وبدقة. الفكرة هنا انه حتى لو ما وصلتش للكلية اللي انت كنت بتحلم بيها، شطارتك بقى انك تحول الكلية اللي انت هتدخلها لفرصة ذهبية تكتشف فيها نفسك وكمان مواهبك وكمان طموحك. وده على فكرة مش كلام بيتقال في التلفزيون وبس، ده حاجات حقيقية احنا كنا في كليات يعني وتخرجنا منها وبقينا عارفين ازاي فعلا ده يحصل. عندنا نماذج كتيرة جدا يا منة، انت قادر تصنع القمة بنفسك بايدك، يعني لكل طالب وطالبة اجتازوا الثانوية العامة انت قادر تعمل ده. يعني بلاش فكرة ان احنا نمشي وراء الكليات اللي دايما بنقول عليها كليات قمة، اختار المجال اللي انت عايز يعني تتحقق فيه وتحقق فيه شخصك وذاتك، وكمان اختار الاهتمام اللي ماشي في العالم دلوقتي والسوق. مهم جدا عندنا وعي للطلبة ان هم بيشوفوا اتجاهات العمل ايه، مش بس في مصر، في العالم كله السوق طالب ايه منهم، ايه هي التخصصات المهمة. كمان احنا عندنا يعني نقدر نقول كده تنوع في أنواع التعليم الجامعي، يعني منا عندنا تعليم جامعات حكومية، جامعات خاصة، جامعات أهلية، جامعات تكنولوجية، كل جامعة من دول فيها تخصصات كتيرة جدا مختلفة جدا. مهم جدا إن احنا نركز سواء أولياء الأمور أو الطلبة، نشوف ونعمل بحث كده ونشوف إيه أكتر حاجة ممكن أنا أتحقق فيها وأحقق القمة فيها. وانت بتكتب رغباتك في الثانويه العامه جات لك الرغبه الاولى ولا كنت حاطط مجموعه من الرغبات كنت بتفكر فيها؟ انا الحمد لله كان مجموعي كويس يعني الحمد لله وكنت يعني حاطط رغبه اولى كليه الاعلام جامعه القاهره وجت الحمد لله، لكن كنت برضو محتار يعني حتى وانا محدد هدفي، طيب ممكن يبقى في بدائل تانية ولا لا. هي يعني مرحله اظن مرحله فيها حيره دايما سواء للطلبه او اولياء الامور، ازاي ادخل ابني او بنتي مكان يعني ان شاء الله يلاقي فرصه عمل ويتحقق فيه ويبقى مناسب كمان لقدراته. لازم نسأل السؤال ده منا، لأنه كتير قوي من شبابنا من طلاب الثانوية العامة بيحطوا بعض الرغبات وهي مش متناسبة مع قدراته، يعني ممكن يدخل كلية شايف انها كلية قمة لكن ما يوفقش فيها في سنة أولى أو ثانية. أنا مختلفة معاك في النقطة دي يا محمد لسبب، احنا على أيامنا كنا احنا اللي بنمسك ورقنا واحنا اللي بنختار التنسيق واحنا اللي بنقرر الكليات وبنتحمل مسؤولية. دلوقتي يعني الولاد احنا بقينا عايزين ندلع ولادنا وناخد بالنا منهم وعايزين لهم احسن حاجه، فبقينا بنحاول نوجههم يمين وشمال ففي الاخر النتيجه انهم بيعملوا اختياراتنا احنا واحلامنا احنا، في حين ان بقى في تخصصات زي كان محمد بيتكلم كتير جديده احنا مش عارفين عنها حاجه او احنا مش قادرين نتابعها كويس قوي، هم اكيد ادرى مننا بيها. نسيب الناس تختار، مهم جدا ان احنا نستفيد من كل فرصه تعليميه ونقدر فعلا نستغل ايه اللي بيبقى متاح لينا وايه اللي متاح قدامنا علشان فعلا نقدر نحقق اللي احنا عايزين نحققه. احنا عندنا فرص كتير جدا، عندنا جامعات كتير جدا، عندنا موارد متاحة في كليات، عندنا أنشطة بقى طلابية، تدريب، مشاريع عملية، كل الحاجات دي
هي الحاجة المكملة المهمة الرئيسية اللي المفروض تبقى مركز عليها في الجامعة جنب التعليم. اللي ما دخلش أسر طلابية وما عملش نشاط جامعي يبقى ما دخلش جامعة. هي دي الجامعة، هي دي بروفت الحياة، وهي دي الخبرات، هي دي اللي هتخليك العمل التطوعي، هتعمل لك شخصيتك. يعني هي مهم جدا إلى جانب التعليم طبعا والمناهج والبرامج التعليمية، زي ما منا بتقول فكرة تشكيل شخصية الطالب. تشكيل شخصية الطالب ده بأنشطة كتيرة جدا، في حاجة اسمها الحياة الجامعية، فده مهم جدا إن احنا نحط عينينا عليه. مهم جدا إنه ابني أو بنتي يتحمل قراره ويتحمل اختياره. أنا طبعا كولي أمر منه أنا عارف الموضوع ده، أنا عايشه أصلا في البيت عندي اليومين دول، فبقول كلام لبنتي أو ابني، لكن في النهاية هو اللي هيشيل، زي ما بيقولوا كده بالبلدي، اللي هيشيل الشيلة لوحده. فمهم إن احنا كأولياء أمور نسمع ولادنا ونقدم لهم معلومات ونوريهم الفرص المتاحة، لكن القرار بإيد مين؟ بإيد الطالب نفسه، بإيد ابني أو بنتي اللي هتدخل للجامعة. شوف قدراتك تقدر توصلك لإيه، حلمك حققه، اسعى وراه. ما توفقتش في دخول الكلية اللي أنت عايزها، لكن تقدر تخلي الكلية اللي أنت هتدخلها هي حلمك الجديد وتتعامل معاه وتبدع فيه. إن شاء الله كلكم تتوفقوا، وإن شاء الله كل واحد عنده ثانوية عامة يقدر يحس بالفرحة بتاعة الكلية. صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر.